موقع الخبر بوست نشر تقريرا عن تصدر هاشتاغ يطالب بطرد الإمارات من ميناء بلحاف، حيث غرد آلاف اليمنيين مطالبين بطرد القوات الإماراتية من أهم موانئ اليمن. ودشن ناشطون يمنيون هذا الهاشتاغ بعد أن حاصرت القوات الشرعية في شبوة القوات الإماراتية في ميناء بلحاف، فيما كانت السلطة المحلية بشبوة قد طالبت القوات الإماراتية بمغادرة الميناء وتسليمه والكف عن التحركات المشبوهة التي تقوم بها دون علم الشرعية اليمنية. القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني قال إن الإمارات تحتل منشأة بلحاف الغازية منذ 5 سنوات بدون أي مبرر، وتمنع تصدير الغاز الذي يأتي من مأربة من أجل تجويع وترقيع الشعب اليمني. ووفقا للموقع فإن قرابة 1500 جندي إماراتي موجودون في بلحاف ويمنعون تصدير الغاز، وهو ما ساهم في انهيار العملة الوطنية وخلق أزمة إنسانية في اليمن.